مشكلته تنتهي
وجل. إن شئت ساحر هل فعلت شيئا؟ فابتسم بسامة الوهم لربه، قال لا. باختصار لخص الكلام جملة قال أصلحت ما بيني وبين الله، أصلح الله ما بين الذكر والوهم. وأنا بقول لك لو أصلحنا حقيقة ما بيننا وبين الله لأصلح الله أحوال الأمة من غير كذب ولا نكد ولا سفك دماء ولا مرتكب ولا عداء ولا اغتصاب ولا احتيال ولا تنكيل ولا ذل ولا انكسار. لكن كيف يفرج الله همومنا وحالنا لا يحسدنا عليه حتى كما يقال الحشرات في شكور على شكور من أجلنا؟ لو نظرنا نظرة شاملة إلى واقع العربي والإسلامي ولواقعنا نحن، سؤال بسيط، هل يرحم بعضنا بعضا؟ هل يشتم بعضنا عن بعض؟ هل يسالم بعضنا بعضا؟ بتعرف؟ الحمد لله اللي مسكر الأحوال تعرف لو ربنا سبحانه وتعالى اللي يكشف عن الواحد انه شو عامل وكيف علاقته مع الاخرين، وكم واحد قاطع وكم واحد مسحب وكم واحد حارب وكم واحد بيكره وكم واحد بيكرهه. سيدنا عبد الصالحين بقول في احدى مناجاتي وهو صدق وصالحين يعني من الصالحين، قل يا رب لك الحمد على انك لم تجعل للذنوب رائحة، اذ لو كان للذنوب رائحة ما جلس لاحد كفر ذنوبه. امام الصالحين شو قلت؟ شو عليك؟ فالحمد لله رب العالمين. يا اخوان لما صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الكردي مش عارف شو شو بيعمل بالاكراد، شو لما بيعملوا فيه هؤلاء أحفاد صلاح الدين، واحنا نرجع صلاح الدين وصلاح الدين وإذا أحفاده إني والعرب شحنة على الأرض. ليه؟ إنه هو إحنا وإني بالاستعمار يخلط الناس على الطريق ويشوف يا بشر الرب اللي آمن وكل العباد مهرب. ليه؟ كذا يرد لنا وبعد يمكن 400 سنة 4 5 قرون الله كيف استمروا سحر المعمارة اللي قبل 200 و200 و400 و500؟ وكيف احنا بندرس كيف نصف بلاد فلسطين بيعت وقبضت بالاموال وبعد تكتشف امور اخرى، لكن يمكن احفادنا او بعد احفادنا لاننا لا نتعلم الدرس، لا نتعلم الدرس. لا اله الا الله. صلاح الدين الايوبي اللي نفتخر به والاقصى يكفيه الى يكفيه لجهلنا ولضعفنا ولانكسارنا ولفرقتنا ياتي على خيلك في الساعات السخط من خيام جنوده فيجد هذه نادمه، فقال لمن معه من هنا ابتسم، قالوا ليش يا قائلا الجنود يرتاحون؟ قالوا انظر الى باب الخيام فرسان في النهار ربان في الليل يقومون الليل، الا هذه الخيمه يقومون في نومهم ان تكثر امثالها سنهزم. مع انه على الاموال يعني لو صلاح الدين الايوبي جينا نشوف به نفلا، لا اقول ان الجلال تخطيطا للعسل ولا تقضيها من رحمه الله ولا من باب جلد الذات وتهنيه الذات وحبس الذات وتقنيع الذات، انما هو عباره عن نظره للواقع لننطلق الى الاصل.
لله، أصلي وسلم وبارك على النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إذا أيها الإخوة، أصلح ما بينكم وبين الله، يصلح الله ما بيننا وبين أنفسنا وما بين أعدائنا، وانصرنا نصرا مؤزرا بإذن الله. لا نخشى العدو عندنا، بل نخشى الذنوب والمعصية لله، كما قال عمر رضي الله عنه، قال: إنما تنصرون على عدوكم ليس بكثرتكم وأكثركم وأقوامكم، وإنما تنصرون عليهم بقلة ذنوبكم وبكثرة معاصيهم لله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا وعافنا، توفنا وانقضت عنا، فرج كربنا، يسر امرنا، اللهم احم ابصارنا، واحم الكعبه، واحم القبه الخضراء، واحم مقدساتنا الارض.